طبعا مستمرين في تناول تجربة ميتسو موسيماني بكل تفصيلاتها مع الأهلي، إيه اللي جاي فيها، محاولة استشراف القادم في هذه العلاقة المهمة جدا اللي يتوقع أن تكون فارقة في مسيرة الأهلي الكروية إن شاء الله مع هذا المدرب الجنوب أفريقي الطموح. لكن ريني فايلر المدرب السابق اللي مشي، ناس كتيرة اتكلمت هو إيه سبب مشيانه، لأنه إيه فجأة حتى حسن مستكاوي وهو بيعدد 10 نقاط كتيرة فيها تفصيلات عن هذه المسألة. ديفيد سيزا المساعد المباشر المدرب العام اللي كان موجود معاه اتكلم في قناة النهار، فقال انه ريني فايلر تقريبا وقعت كورونا هي اللي اثرت في مسيرته مع الاهلي، وقال انه اتهز بعد هذه المسألة وانه ما بقاش مبسوط انه يستمر على اعتبار انه هو رايح اوروبا، يعني اللي هي خلي كورونا. ده مصر بالنسبة لاوروبا هي الامان من الكورونا. صحيح. اتكلم كمان ديفيد سيزا عن ملعب التيتش وقال انه كان بيبقى سعيد جدا بالتواجد فيه. وهنا عايزين نفكر بس حضراتكم حاجه، لانه فجاه كل حد يطلع يقول الملعب التيتش ونجيله الملعب والاهلي ما طورش وما غيرش نجيله التيتش، كلمه اتقالت وتمت المتاجره بيها كتير. ادينا شايفين امبارح الشناوي بيتعور، اظن المباراه ما كانتش في استاد التيتش، قبل منه محمود متولي في المباراه مش في استاد التيتش. نادي الزمالك يتحدث بغضب شديد عن عدد الإصابات الكتيرة اللي في فريق الزمالك، وأظن الزمالك ما بيتمرنش في استاد التتش. فيعني البغبغائية اللي باستمرار بتكرر نفس المعاني، مش واخدة بالها إن الإصابات العضلية وإصابات المفاصل بتحصل في أي مكان، ملوش علاقة بالمتاجرة بفكرة أصله الأهلي ما غيرش نجيلة التتش. الأهلي كان عايز يغير استاد التتش ويغير النجيلة، بس تحتاج حوالي 4-5 شهور إغلاق تام، وطبعا الفريق بهذا الشكل المضغوط وتدريباته ما كانش يقدر يهز الاستقرار الفني بتاع التدريبات على ملعب التتش اللي اتكلم عنه ديفيد سيزا، وانه كان بيبقى مبسوط جدا بالتواجد فيه. لكن كمان يا باشمهندس ريني فايلر بقى كشف في حوار مهم مع احدى القنوات السويسريه عن ظروف عمله في النادي الاهلي واسباب مشيانه، ففوجئنا انه بيتكلم على انه موضوع كورونا كان له تأثير مباشر، وقال إصابة المساعد بتاعي بكورونا هزني جدا وخلاني أفضل موجود في مقر إقامتي فترة طويلة. بس كمان قال من ضمن الأسباب إن أنا ما كنتش قادر أستمتع بخصوصيتي. الأهلي له شعبية كبيرة جدا، جمهوره الأهلي يملأ كل مكان، بيقول حتى لما بحاول أتعشى بره وأتخفى من الناس بتعرفني، فما بقدرش آخد راحتي بالشكل الكافي. دي مدارس مختلفة. بنشوف مدربين منهم مانويل جوزيه بيشعر انه إحاطة الجماهير بيه واهتمام الناس بيه بيسعده جدا وبيحسسه بقيمته. بيتسو موسيماني عنده هذا البعد الانساني في شخصيته ايضا، لكن ريني فايلر كان يضيق صدره بهذا الاهتمام الشعبي بتواجده في اي مكان. قال ان انا ما كنتش مستمتع بخصوصيتي الكافيه، طلبت ان انا ارجع اقعد مع اسرتي، انا عندي الاولويه بشكل كامل مع اسرتي، فتم الانفصال عند هذا الحد، رغم انه قال كنت اتمنى الاستمرار وكنت اتمنى اكمال دوري ابطال افريقيا، لكن مع اداره النادي توصلنا الى فك الارتباط عند هذا الحد. وقال انه بند العشر ايام لاعاده مراجعه العلاقه كان بين الطرفين بحيث انه كل طرف ينظر ماذا يرى. ده كان حوار مهم جدا لريني فايلر في الخارج. لكن هقول لكم من الحاجات الغريبه جدا، اتفضل. هو بس يعني الناس اللي تقعد تتكلم الاحترافيه، ما احنا جايبين مدرب محترف جدا. لما يتكلم على ان الغربه ازعجته، لما يتكلم على ان شعبيه النادي الكبيره ارهقته، فين الاحترافيه هنا؟ فايلر مدرب مودي رغم انه يبان انه صلب جدا، لكن واضح حتى انه فجاه بياخد بينه وبين نفسه كده مواقف وقرارات، واضح ان هو شخصيه يعني عنيده، يعني ما بيشورش حد، يعني اللي في دماغه هو اللي بيقوده. فما حدش يقعد بقى يحاول يوصل يا ترى ايه اللي مشاه من النادي الاهلي، لا هم مش من النادي الاهلي لان خلاص بقى قعدته في مصر ما مش مسببه له الراحه اللي هو كان عايز، اسرته بقى مش اسرته، لكن دي تفاصيل لا يمكن يكون من اسبابها انه مصر مش بلد مبهجه، لان كل الجهاز اللي معاه
ندمان ونفسه يكمل وبيقول لو يعني سيزا بيقول لو جالي شغل في مصر هقعد. بقول لك لو طلبوا مني اكمل كنت هكمل. وكمل، لكن حتى لو جاله شغل في مصر بره الاهلي هيقعد. حابب مصر. مدرب الحراس يعني حراس قاعد سعيد. كل جهاز بتاعه متضايق انه ما خدش وده معاهم. ما عملهمش حساب، هم مبسوطين في مصر. الوحيد اللي عنده هذا القلق يبقى هاي حاجه تخصه في شخصيته ما تخصش الظروف. طيب مهندس عدلي اشار للاحترافيه، اظن شفتوا حضراتكم بمنتهى الاحترافيه والانضباط والهدوء الاهلي بيفك الارتباط مع ريني فايلر، وتقريبا في اللحظه اللي كان بيفك الارتباط فيها مع فايلر كان فاتح اتصال سريع وعاجل ومهم جدا مع بيتسو موسيماني. الكرسي ما فضيش ساعه، اللحظه اللي مشي ده كان ده موجود. شفنا فك ارتباط محترم، شفنا منتهى الهدوء، ما حدش من الاهلي على المستوى الرسمي طلع او المستوى الرسمي او الاعلامي طلع اساء لفايلر. احنا هنا في ملك وكتابه قلنا لكم من البدايه ما احناش مهتمين ان احنا نذكر اسم الجورنان او اسم الموقع، لكن بنشوف الموضوع. لكن الحقيقه العنوان ده انا حرصت ان انا اقول ده من الاهرام المسائي، لانه غير معقول ابدا وانتم شايفين فك الارتباط بالشكل الحضاري المحترم اللي ما صدرش فيه اي اساءات يتقال في عنوان كبير الاهلي يتفرغ للانتقام من فايلر. للانتقام من فايلر؟ يتفرغ للانتقام ليه يعني؟ يعني ايه التفرغ اللي عمله الاهلي عشان ينتقم من مدرب؟ ممكن اسالك سؤال، هنكسب ايه يعني؟ يعني بهدف ايه؟ لا يعني دي عناوين للاسف متصورين انها بتؤدي الى يعني ترند او بتؤدي الى اهتمام او تزود نسبه المبيعات. لا كده احنا ما بنعلمش الناس حاجه. لا يمكن يكون النادي الاهلي منشغل بفايلر ثانيه بعد ما مشي. ويطلع حد برضه من الزملاء يقول لك الاهلي ادى، يعني شفت انا الزميل عمرو الدردير مع سيف زاهي يقول لك الاهلي ادى رقم فايلر للجماهير عشان تشتمه هو او تهاجمه. فالكابتن سيف قال له طب ليه؟ قال له مين؟ قال له مين اللي عنده الرقم؟ فسيف زاهي قال له انا معايا الرقم. وكل الزملاء اللي استضافوا فايلر او تعاملوا معاه عندهم الرقم، وصحفيين كتير عندهم الرقم. فايلر قال ان في حد بيتكلم يشتمني؟ فايلر قال ان انا تلقيت بعض الرسائل الغاضبه مني. يعني ده حصل. طب مين قال ان الاهلي ممكن يعمل كده؟ ومين قال ان الاهلي ممكن يتفرغ لحاجه زي كده؟ هنكسب ايه يعني؟ ايه المكسب؟ ما هو خلاص الارتباط تم فكه، الراجل مسافر ولغايه دلوقتي ما صدرش عنه اي شيء يقول انه فيه اي شيء من اساءه العلاقه معاه. قالها الكابتن جمال عبد الحميد وقالها اكتر من واحد. الاهلي مشغولين الجمهور مشغولين قوي باي حاجه سلبيه عن النادي الاهلي. ربما كل واحد بيتكلم على واقع اللي بيشوفه فمتوقع ان هو كل الناس هتتصرف كده. لكن بنشوف على زي الاهلي ما قال لفايلر اللي انت عايزه بنوفره لك. الخطيب بيقول لموسيماني طلباتك في الاهلي اوامر. مش بس موسيماني، اي مدرب بيرتبط بالنادي الاهلي اللي بيحتاجه بيطلبه، ودي اساسيات العمل ونظام النادي الاهلي.